بلدي مدينة وجدة حضرات السيدات والسادة أبنائي الأعزاء، بادئا لمن نرحب بكل الوافدين علينا إلى عروس الشرق مدينة وجدة من إخوة جزائريين وكذلك من مشاركين من جمهورية فرنسا الشقيقة. مدينة وجدة التي ما فتئت تحتضن مثل هذه التظاهرات الرياضية وهي ما زالت تنتشي فرحة قلوب صاحب الجلالة نصره الله إلى هذه المدينة، ونحن كفاعلين رياضيين نحتفل في هذه الأيام بحدث تاريخي في تاريخ المشهد الرياضي المغربي، ألا وهو دسترة الرياضة، بحيث أن في ثلاث من فصول الدستور المراجعة الفصل 26 و31 و33 هناك نص صريح على أن الرياضة حق لكل مواطن مغربي. إذا في هذا اللقاء كذلك وتحت شعار جميعا من أجل إدماج فعلي لأطفال الأحياء المدنية جمعية أمل فوت وإعادتها للمرة الخامسة تنظم النسخة الخامسة لوجدة كوب لكرة القدم. إذا في إطار برامجها السنوية الرائدة تقوم جمعية أمل فوت بتنظيم النسخة الخامسة من التظاهرة الدولية لكرة القدم وجدة كوب الخاصة بمواليد 1997 و1998 وذلك يومي 25 و26 يوليو الجاري بالملعب الشرفي بوجدة والملعب البلدي بأحفيه. هذه النسخة التي كعادتها تنظم تحت شعار جميعا من أجل إدماج أطفال الأحياء المدارية، حيث عرفت هذه السنة إشراكا فعليا لجميع الجمعيات وخاصة الإقصائيات التي نظمت على ثلاث محطات، أولها محطة جهة سيدي يحيى ولحقتها محطة أحفير وأخيرا محطة حي حرشي. هذه الدورات الإقصائية التي استحسنها جموع الجمعيات النشيطة بالأحياء الهامشية، وخاصة أن هذه السنة عرفت توكيل أمور تنظيمها وتسييرها إلى أحسن الأطر النشيطة حاليا بالمدينة والمعروفين بمصداقيته لدى الصغير والكبير، مما جعلها تعرف تجاوبا ونجاحا باهرا استخلصت على جرائه منتخبات من هذه الجمعيات المشاركة في الإقصائيات بشكل بعيد عن المحسوبية المتفشية على جميع الأصعدة بفرق ومدارس المدينة. هذه المنتخبات المختارة من جمعيات وفرق الأحياء المشاركة ستشارك إلى جانب فرق تعد من أعتدي وأعتقد الأندية الوطنية بقيادة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، والتي ستحضر أو حضرت وكلها إصرار على الدفاع عن لقبها التي حصلت عليه السنة الفائتة بجدارة واستحقاق. هذه الأندية والمدارس وهي كالتالي: الوداد الرياضي البيضاوي والرجاء البيضاوي الفتح الرباطي النادي القنيطري النادي المكناسي الكوكب المراقشي المغرب التطواني، بالإضافة إلى مدارس رياضية لها سمعة طيبة كأشبال الأسود من سقاط ومدرسة مندوبية الشبيبة والرياضة بوجدة، نهضة أركان الاتحاد، أقول الاتحاد الرياضي الأحفيري، وأخيرا رواد العمل الجمعوي الهادف بالمدينة وممثلي الأحياء المدارية لعروس الشرق منتخب جمعيات أحياء سيدي يحيى ويعقوب المنصور ومنتخب أحياء الحرشي منتخب الجهة الوسطى لمدينة وجدة. كما تجدر الإشارة أن هذه السنة سيحضرها صغار أولمبي شلف بطل الجزائر صحبة اللاعب رقاب أحد نجوم فريق المولودية الوجدية سابقا وفي فترة التسعينات بالتحديد. هناك وداد تلمسان
لا أدري إن كان باستطاعتها المشاركة أم لا، ومدرسة وهران التي ستكون حاضرة، وعن جمهورية فرنسا الشقيقة فريقي طومبلي وروبي. إذن انخرط لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية الكبرى عدة مستشارين وشركاء ومقتدرين في يوم الاثنين الماضي 20 يونيو ندوة صحفية تم من خلالها تسليط الضوء على كل حيثيات التنظيم. وبلغني أنه يحضر من في بيت الظهر علينا هنا أحد ممثلي فريق العتيد الإسباني ريال مدريد. كما أبلغ السادة الحضور الكرام أن جمهورية فرنسا لهذه السنة 2011 ستنظم لأول مرة في تاريخ الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم ما يسمى بهوملس كاب، أي كأس العالم لكرة القدم للذين ليس لهم مسكن، للمتشردين. إذن هناك توجه للجامعة الدولية نحو هذا الانخراط في المجتمع. معنا بعض اللاعبين من الجهة الشرقية والذين نشطوا البطولة الوطنية للمجموعة الوطنية الأولى ومعروفين، اللاعب بكر الهلالي من أولمبيك فرنسا، بكر الهلالي أحد اللاعبين النشطين في الدوري المغربي لكرة القدم وهو ينشط حاليا في أولمبيك خريجة. كما يحضر معنا اللاعب إبراهيم بسعودي، وإبراهيم بسعودي هو ابن المنطقة وقد لعب في أولمبيك خريجة وكان في الدفاع الحسني الجديد ويعد في صفقات تحويل اللاعبين أغلى لاعب في المملكة المغربية. ويحضر معنا كذلك محمد ماني أحد لاعبي المولودية الوجدية والذي يلعب لشباب النسي العربي. في ميالي نهيب بالسيد رئيس المجلس البلدي للتفضل بإلقاء كلمة بهذه المناسبة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا كنبغي نهني الجمعية ديال أمل فوت على هذا المجهود اللي كدير المدينة. جمعية أمل فوت من بين الجمعيات النشيطة جدا في المدينة ديال وجدة واللي كتخلق الحالات كل سنة بهذا النوع الخاص فيها ديال هذا النشاط اللي ما كيديروا في المدينة إلا الجمعية اللي كتجمع فروق ديال الأطفال وديال الشباب اللي مقبلين على أفكار الشباب، وكتنظم دوري من هذا الحجم اللي هو دوري في نفس الوقت محلي ودولي حيت كيشمل عدة فروق من المغرب، فروق ديال مدن كبرى، وكذلك كيجيو عندنا ضيوف من دول شقيقة وصديقين. بغيت كذلك نهني الجمعية ديالنا ملفوت وكل الأعضاء ديالها على كل الدورات الأربعة السابقة وهذه الخامسة على النجاح اللي حققتو في كل الدورات السابقة. نقول لكم بأنه الجماعة الحضرية تكون حاضرة في كل هذه الأنشطة اللي فيها كنعطيو الأطفال ديالنا والشباب ديالنا راح يتنفس، والجماعة مستعدة باش تدعمكم باستمرار طالما هذا النشاط كيهم واحد الشريحة مهمة ديال الأطفال والشباب خصوصا الأحياء المدارية. كذلك الدعم اللي غادي يكون جمعية أمل فوت هذه السنة فضل الأنشطة ديالها وفضل إصرار ديال الأعضاء ديالها غادي يكون إن شاء الله أكثر الميزانية أكثر من السنة اللي قبل، غادي نتوصلوا إن شاء الله الميزانية أكثر.
أكثر باش تشجعوا جمعية أمل فوز باش إن شاء الله في الدورة السادسة والسابعة باش يكون لي واحد الملتقى في علم الدول.